لما يجي منتج ومخرج يقولوا لك الفيلم ده هدفه ان نوري معالم مصر ونشجع السياحة مرة تانية، فأكيد انت قبل ما تشوفي الورق هتقولي انا موافقة. هو شخص بيجيب مجموعة من الممثلات او اللي بيعملوا شو في المسرح، بيجيبهم من روسيا، بيوريهم معالم مصر، بشوفوا عاداتنا وتقاليدنا وبشوف كل التفاصيل دي، ويعني وهم من وجهة نظرهم برضو انا بشوف روسيا لما ياخدوني للمنطقة التانية. ان شاء الله نكون عمل مشترك لطيف هيتعرض في دول كتيرة، ان شاء الله ان نقدر نبين معالم مصر بالشكل اللطيف. الواحد لما يحب حد تسأله ليه فما فيش جواب، مش هيكون، ولكن هي حاجة إن شاء الله إنها تكون صادقة ومن القلب. طبعا بحبها وبعشقها وتربينا على حبها، وإن شاء الله إن نقدر نقدم لو جزء بسيط جدا جدا لمصر إن شاء الله. المهم الفيلم ده الهدف منه يا رب إن نقدر نحققه.